بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على ما يستفاد من قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، إلى قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، الآيتين. وقد سبق شيء من ذلك في الحلقة السابقة، ونكمل بأن هذه الآيات فيها بيان الموقف المخزي للكفار يوم القيامة، حيث تقوم عليهم الحجة ولا يستطيعون إنكار ما صدر منهم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يؤخذ منها وجوب طاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره، لئلا يحصل لمن كذبه هذا الموقف الشديد، ولا ينجو من ذلك إلا بطاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كما يؤخذ منها عموم رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الأرض، لأن هذه الآية تحكي ما يكون من حال أهل الأرض يوم القيامة كلهم. يود الذين كفروا وعصوا الرسول، من هو الرسول؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على عموم رسالته لسائر أهل الأرض. ويؤخذ منها أنهم يتمنون أن تبتلعهم الأرض من شدة الخزي، وهذه أمنية تدل على ما يلقون من شدة الهول وضيق الأمر عليهم، حتى إنهم يتمنون الهلاك وأن تبتلعهم الأرض ولا يبقى لهم أثر، كما في قوله تعالى: وقالوا يا مالك، يعنون خازن النار، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يتمنون الهلاك والموت ولا يحصل لهم. ويؤخذ من هذه الآية الحث على الإيمان والعمل الصالح تفاديا لهذا الموقف، وأنه لا ينجي من هذا الموقف إلا الإيمان، لأن الذي أوردهم هذا المورد هو الكفر، والكفر ضده الإيمان. فلا ينجي من هذا الموقف الهائل الذي هو مصير الجميع إلا بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالأعمال الصالحة التي تكون زادا للمسلم ينجيه الله به من هذا الموقف الحرج. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية هي إحدى الآيات الثلاث التي تدرج الله جل وعلا فيها بتحريم الخمر، لما كان الناس مغرقين في شرب الخمر في الجاهلية، وكان الخمر أحب شيء إليهم إلا قليلا منهم، وكان لو حرم الخمر عليهم مرة واحدة لشق ذلك عليهم. فالله سبحانه وتعالى تدرج في تحريمه عليهم شيئا فشيئا حتى خلصهم منه، وذلك من رحمته سبحانه. وهكذا الشرائع الشاقة يشرعها الله جل وعلا بالتدريج تخفيفا على العباد. فأول ما جاء في الخمر والتنفير منه قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا فيه التنديد بالخمر والسكر، لأن الله
قال سكرا ورزقا حسنا، فلم يصف السكر بأنه حسن، وإنما وصف الحسن بالرزق، دل على أن الخمر ليس حسنا، فهذا ينفر العاقل اللبيب. ثم إن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا فيه أن العاقل إذا تفكر فإنه يترك ما إثمه كبير وضرره عظيم، يتركه وينفر منه، وأن مضرته أكبر مما فيه من المصلحة، لأن المضرة إذا كانت أرجح من المصلحة فإن الشيء يحرم، وليس هناك عاقل يقدم على شيء مضرته أكثر من نفعه. قالوا: وهذا كان في أول الأمر، كان في الخمر شيء من النفع لكن مضرته أكثر، ثم نسخ ذلك فصار الخمر ضررا محضا. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أصنع الخمر للدواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها داء وليست بدواء، فسلبت ما فيها من النفع وصارت ضررا خالصا. ثم إن الله جل وعلا حرمها في بعض الأوقات، حرمها في بعض الأوقات كما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم الله سبحانه وتعالى الخمر في حالة الصلاة لأنها تذهب بالعقل، والصلاة تتطلب حضور العقل وحضور التفكير وحضور القلب، لأنها عبادة عظيمة لا بد فيها من نية، ولا بد فيها من حضور قلب، ولا بد فيها من مناجاة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتأتى من السكران. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرمت الخمر في أوقات الصلوات الخمس، فإذا كان المسلم سيتجنبها في اليوم والليلة خمس مرات فهذا مما يقلل من شأنها ويتدرج به إلى تركها نهائيا. فلما تهيأوا لتركها نهائيا أنزل الله جل وعلا الآية الرابعة في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا. فكانت هذه الآية حاسمة في تحريم الخمر نهائيا. والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.